توفي أبو طالب الذي كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظهيره. أبو طالب الركن الركين المكين الذي يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يشاركه محنه، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لما حوصر في شعب أبي طالب كان هو أبو طالب من ضمن الذين شاركوا هذه المحنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ليس على دينه. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أغسل في التراب دفينا. وقال بيتا بعد هذا البيت جعل العلماء في مرية وريبة من عالم: هل هذا أسلم ولا مات كافرا؟ قال بعد ذلك: قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فوقف العلماء في أمر المريء: هل هذا مات مسلم ولا مات مسلما ولا مات كافرا؟ حتى ألف الشيخ أحمد زين الدحلان ألف كتابا خصصه في هذا الموضوع، قال: أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، وكان يترحم عليه ويترضى عليه، وعلماؤنا يسكتون عن أبي طالب، علماؤنا يسكتون عن أبي طالب ويسكتون عن أبويه، فلا نقول هم في النار ولا نتجاسر على ذلك لأنه لا برهان عندنا في على ذلك. والله حرم أن يقفل الإنسان ما ليس به علم، والأمر هذا متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فلذلك المرء ما يستطيع أن يتجاسر على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمه وذاك أبوه وتلك أمه، فالأولى أن يكف الإنسان فكه عن أن يتكلم في هؤلاء، ولا سيما أن الأمر فيه قيل وقيل عند العلماء في هؤلاء الثلاثة، فالسلامة في السكوت، السلامة في السكوت.